اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بتاعنا اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. طب هتعمل لنا يا عم الشيف يا فيلسوف انت؟ احنا معانا تشكيله من الخضار موجوده في الثلاجه عندك. القصه كلها عندنا جزر وكوسه وبطاطس، هنبشر كل الثلاث انواع دولت. معانا شويه كرفس وشويه بقدونس وقليل من الشبت، مع معلتين رز مصري مسلوقين في الثلاجه مسبقا، وهنعمل احلى كفته خضار بطريقه صحيه ولطيفه وجميله. هتقول الرز نشويات وكربوهيدرات، الرز هنا بتاعنا المسلوق المصري اذا احنا سلقناه من غير اي ماده دهنيه، لا زبده ولا سمنه ولا قشطه، فالرز امن ثم امن ثم امن، خاصه لو كان رز مصري. اما صدور الفراخ اللي معانا النهارده هنعملها كريسبي، ولما بنقول كريسبي يعني باب الخطر بيقول لك ان يعني مقليه، لا، الشيف المغازي هيعملها كريسبي النهارده مشويه في الفرن بدون اي ماده دهنيه الا للامانه معلقتين من زيت الزيتون، وهنشوف نتبلها بتتبيله قويه ازاي بحيث ان التوبنج بتاع الكريسبي ما يفكش من الفراخ. العصير بتاع النهارده عصير الليمون بطريقه خاصه عمله النهارده اسمه ليموناتا. معانا الليمون معصور، واحنا في موسم الشتاء يكسر الليمون فيه ويكسر شربه كمان، ومعانا نعناع اخضر ومعانا ماء مثلج وصودا، هنشوف نعمله ازاي عصير لطيف وجميل يساعد على الهضم وفي نفس الوقت محتاجين فيتامين سي. مش عايز اطول حضراتكم، لان لما بنقول اكل صحي يعني من مقادير الثلاجه ومن قلب المطبخ هنعمل اكلنا النهارده صحي بنسبه تعدي 90% 85%، مرحله اولى من التنسيق يعني كليه الطب ان شاء الله. فعلا بنتسال كتير على السوشيال ميديا في الاكل الصحي بالذات، شيف مغازل بيبقى نفسي ياكل فراخ كريسب بس بتتحمر في الزيت، وعشان انا اشفها من الزيت بتاخد مني وقت وما اضحك على نفسي، فانا عايز اكل فراخ كريسب بنسبه 80% ما فيهاش ماده دهنيه او ماده التحمير بتاعه الزيت. تعالوا شوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا صدور فراخ، ممكن تستبدليها بسمك فيليه زي ما انت عايزه. معانا بقسماط، ومعانا التوابل بتاعتنا، ومعانا التوم ناعم وعصره ليمون، ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. المقادير بسيطه وسهله، وللامانه كمان معانا بياض بيض، اذا مش موجود في المقادير نحطه في المقادير، بياض بيض لانه هيلعب دور البطوله هنا في ان هو يتماسك للكفر الخارجي علشان يدخلها الفرن. هناخد صدور الفراخ دي الاول نقطعها بشكل طولي او بشكل هندسي زي ما احنا عايزين. حلو الكلام؟ عايز تقطعها مكعبات، اهلا وسهلا. عايز تقطعها ستريبس كده طويله، اهلا وسهلا. اهو زي الموزه دي كده، انا بحب الموزه دي كده، واخد الموزه دي كمان، كل صدر له موزه اهو. حلو، وجع التقطيع دي كده بالشكل ده كده، الله، شفت التقطيع دي مهم اهي. خد الشكل طولي بالشكل ده كده ونحطهم هنا نفس القصه. لما تيجي تقطعها كده نجي هنا ولما تقطعي فراخ بالشكل ده بقدر الامكان نسبة وتناسب يكونوا قد بعض، ليه؟ عشان لما تستوي تستوي كلها في وقت واحد، مبقاش عندي واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. الفراخ هنا عندي زي الفل، حلوة أوي، نتبلها مع بعض. حذاري، بتعملي بانيه، بتعملي بوفتيك، تحط أي مادة دهنية في التتبيلة، زي ما أنا بتبل دلوقتي كده، لا زبدة ولا زيت ولا سمن. لا زبدة ولا زيت ولا سمن. أنا هتبلها بالشكل اللي أنا حابه. بابريكا ماشي، كركم ماشي، متفقين ان هو مفيد، شوية بهارات حلوين، فلفل وملح، دي البهارات بتاعتنا اللطيفة البسيطة. مطبخنا بسيط وسهل ومش مكلف، في متناول الجميع، بسيطة خالص ان انا اقوم من قدام شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية هعمل نفس الاكل اللي بيعمله الشيف. حلو قوي. عصرة الليمون عشان يحصل الانسجام لكل المقادير، حلو قوي، ركزي معايا. معلقة دقيق عشان تساعد على تكاتف وتلاحم التوابل مع الفراخ، حلو قوي.
بياض البيض بتاعنا اللطيف الجميل ده هناخده كده نفصله عن السفر بشياكة. بالراحة خالص. لا يعني في بعض بقى يقولك احطه في شوكة وفي معلقة، المهم زي بالطريقة اللي انت حباها. الصفار ده ما يترميش، خلي بالك. تقدر تعملي عجة، تعمليه في كريم كراميل زي ما انت حابة، ولكن انا بستخدم بهرب بقدر الامكان من الحاجات اللي هي فيها كوليسترول، فيها دهون. اهو شفت ازاي؟ واحنا بنعمل الاكلة كده لها تفاصيلها ولها معطياتها. الصفار بركنه على جنب، استخدمه استخدامات تانية. واخد الفراخ بتاعتي الحلوة دي كده بالتتبيلة دي كده واتبل. الله. حد يقول لي بقى انت حطيت بياض البيض ليه مع الدقيق مع التوابل؟ انا عند المرحلة النهائية ان انا باخد الفراخ من الخلطة دي بحطها في البقسماط اللي قدامي ده، بعد ما تبله شوية واديله شوية فليفر. حلو الكلام؟ وجود البياض مع الدقيق بيساعد على ان الفراخ المتقطعة دي تتغلف ويبقى لها كفر من البقسماط او رقائق الذرة او الشوفان. حلو الكلام؟ بس انا عاملها النهاردة بالبقسماط. للامانة معايا شوية بقدونس حلوين بحطهم وسنة شبت صغيرة عشان نخرج من جو المقليات، ونقلب دول كده مع بعض. حلوة. عندي صينية حلو اللي هتخش الفرن بتاعنا، بايركس بتاع الازاز العادي اهو موجودة معنا. خلي بالك دي ما تحتهاش نار، هو تفتكر ان انا مولع النار تحت منها خالص. ده زيت زيتون اهوت، برشه كده في الصينية بتاعتي الحلوة اهو زي الفل. تمام. وعندي زعتر جايبه معايا وانا جاي، وروزماري تعلمنا من الشيف. الحاجات دي لطيفة وجميلة، بعمل كده. شفت المطبخ؟ بساطة، شياكة، أناقة. قلتش حاجة أنا. ده زعتر أو روزماري زي الفل. تمام. هاخد صدور الفراخ دي كده أحطها هنا وشوفها هشتغل إزاي يا ست الكل. أهي شفت إزاي شالت؟ شفت ازاي؟ واحدة واحدة واضغط عليها كده زي الفل واحطها هنا. نفس القصة. درجة حرارة الفرن عندي 180 ولازم التقطيعة دي زي الفل. اهي نفس القصة. الموزة دي طلعت في دايت حلو. نفس القصة. علمك حاجة حلوة بقى، تعملي زي كده، تاخدي دول كلهم كده عشان ما تحطش ايدك في البقسماط وترجعها تاني وتشيل كمية من البقسماط. ده مهم جدا تكون عندك ايه السرعة والبداهة والشياكة وانت شغالة في المطبخ. اوزعهم كده زي الفل وابدا اشتغل كده. شفت ازاي؟ ده بقى الشغل اللي هو الايه العملي. حلو. اخليهم على جنب كده وامسك واحدة واحدة. ده اللي هو عايزة تعملي كمية بعيد عن التصوير وبعيد عن الايه الكاميرا. شفت ازاي؟ زي الفل. واعمل بقى بايركس اتنين، اجيب الصينيه بتاعت البسكويت، صينيه الكحك، صينيه البسبوسه، وارص فيها كده بالشكل ده كده. طبعا في السوبر ماركت دلوقتي الزيت حطوه في ازايز، والازاز دي عامله زي السبريه حلوه، لو لقيتيها اهلا وسهلا. نفس الزيت بس في عبوات ايه لطيفه وجميله، وترشي بدل ما تحطي زي ما انا حطيت كده. درجه حراره الفرن عندي 180 دي واحده. نجيب الثانيه زي ما احنا شغالين كده. حلو زي الفل. عايزين نعمل صينيه واثنين وثلاثه. جوزي عازم صحابه النهارده وفاجئوا ان انا عامله له فراخ كريسبي بطريقه بسيطه وسهله. ادي اهوت شويه زيت زيتون، انا حطيت روزماري وزعتر. انت ممكن تحط شرايح بصل، ممكن تحط ايه يا ست الكل شرايح بصل. ناخد دول كده. اللهم صل على النبي. وهنشوي الفراخ دي في الفرن
في درجة حرارة 180 هنتفرج عليها لما تستوي. تاني الحركة العملية، الحركة السريعة، تنفيذ زي الفل. هيتشوي معانا ده يا شيف؟ اه طبعا. احنا عملنا قبل كده الكوردون بلو في الفرن، كانت صدور فراخ فتحناها زي الجيب، حشيناها لحمه بارده مع مشروم مع جبنه ودخلت الفرن استوت اهو. صدر الفرخه اعتقد ان هو بيكون طبعا سميك عندي. اه شفت يعني قدرت ان انا اعمل اكل صحي، قدرت ان يكون عندي ثقافه طهويه، اخش المطبخ احول اي اكله ممكن اكلها بدسامه عاليه بدهون عاليه اعملها بطريقه صحيه حتى لو بنسبه النجاح. اه شفت ازاي؟ اه زي الفل. ناخد بعضينا كده ونفتح الفرن نشوف اخبار. في حاجه هنا، في سؤال مهم جدا بقى، هل ينفع البقسماط ده يا شيف مغازي استخدمه تاني؟ ينفع. هل ينفع اعيد استخدامه تاني علشان التبذير والمصاريف؟ ينفع. بس ازاي؟ يتاخد البقسماط ده في المرخل او في المصفى يتنخل كويس واشيل منه الكلاكيع دي والحاجات الصغيره دي نتيجه البانيه، واشيله في الباب بتاع التلاجه او الديب فريزر، احطه في كيس واكتب على الكيس كده تتبيله فراخ اذا انا هعمل فيه حاجه تانية بعد كده، ولكن لازم اكتب عليه عشان ما انساش. بعد اسبوع، بعد 10 ايام، بعد 15 يوم هطلع الكيس ده من قلب الديب فريزر او من التلاجه، هلاقيه طبعا ان انا سهل الاستخدام استخدمه تاني واعيد استخدامه. حبيت اركز في الموضوع ده علشان موضوع التبذير، عشان ما ينفعش عشان اعمل الاكله دي اخسر شويه بقسماط زي دول. شفت الفراخ ازاي في قلب الفرن اهي؟ الله تمام. نبص على الفراخ بتاعتنا، ايه الاخبار؟ يا رب تكون استوت. الله، محتاجين نقلبها، نقلبها مع بعض، طلعها. والله اذا بيسعفنا الوقت ونشوفها اهلا وسهلا نرحب بها. حلوة، بدأت ايه تستوي. نقلبها كده اهي، شفت ازاي؟ اهي اهي. خلي بالك هي مش مطلوب ان هي تتحمر بنفس الاحمرار بتاع الزيت. اهي شفت اهو ده اهو اهو اهو. الله، شفت ازاي؟ اهو خدت اللون. هندخلها الفرن تاني تاخد وش، تاخدش وقت كتير لان دي شريحة فراخ رؤية. وعملت فراخ بطعم الكريسبي مشوية في الفرن. هندخلها الفرن تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الفرن تكون درجة حرارته عالية، خلي بالك، حط في الاعتبار لازم تكون عالية. معانا ده برضو اهو. الله، اهو ده اهو. طريقة بسيطة، أنا بس عايز أوصل لك فكرة إنك تعملي فراخ كريسبي من غير ما تحمريها في الزيت، ومن غير ما تشرب زيت، ومن غير مشاكل صحية، زي الفل. دخلها برضو تاني الفرن. عندي سؤالين بقى على السوشيال ميديا، اخترت النهاردة في اليوم الأكل الصحي إن أنا أجاوب عليهم. من ضمن الأسئلة، شيف مغازي لغايه دلوقتي البيتزا ما بتظبطش معانا، روح ربنا يبارك لك ويوعدك بزياره النبي، نعملها ازاي؟ البيتزا البيتي المنزلي، سيبك من البيتزا اللي بتاكلها بره، انت خليك تعملي بيتزا في البيت تقعد معاكي 3 ايام 4 ايام طريه زي ما هي وتسخنيها في اي وقت. رقم واحد، اكس على انك تحط بيض في عجينه البيتزا. الاول بتجيبي الخميره بتحط عليها معلقه سكر يا ست الكل، وتتاكد ان الخميره شغاله وزي الفل. وجود السكر على الخميره بيوريك ان هي فارت شغاله، مفعولها شغال، لان ممكن الخميره تاخد رطوبه تستخدميها زي ما تستخدمهاش ملهاش اي لازمه، فالعجينه هنا تظبط ما تظبطش معاكي وتفشل معاكي. فمعلقه سكر على الخميره تعرف ان الخميره بعافيه. تاخد الخميره المخلوطه بالسكر بماء دافي تحطيها على الدقيق وتقلبيها كويس. بنجيب علبه زبادي. ليه الزبادي يا شيف في عجينه البيتزا؟ عشان البيتزا تنها طريه معاكي. ونرجع للمدرسه الريفية والمدرسة الصعيد الجميل، لما بنعمل القرص الطرية بتتعمل باللبن الرايب والزبادي. شفت القاعدة جاية منين؟ من قلب البيت المصري.
وجود الزبادي في عجينة البيتزا يجعلها طرية لوقت أطول، ممكن 3 أيام 4 أيام. فهناخد كوباية زبادي بنقلبها مع العجينة بتاعتنا ونستعين بماء دافي أو بحليب. عجلنا العجينة بتاعتنا مع رشة ملح، بنسيبها تتخمر 3 مراحل من الطايم بتاعنا. المرحلة الأولى نص ساعة زي ما هي كده، عجنت 1 كيلو و2 كيلو زي ما هي نص ساعة. المرحلة التانية من التخمير بتجيب الصواني، الصواني اللي انت هتفردي فيها العجينة، بنفرد حسب حجم الصينية البيتزا بتاعتنا، عايزاها رقيقة بنرقها جامد، عايزاها سميكة ما بنفردهاش جامد، وتحطها في الصينية وتاخد الشكل الدائري، وبعدين تسيبيها لمدة نص ساعة تانية، هتلاقيها اتخمرت في الصينية واتخدت الارتفاع بتاعها، دي مرحلة تانية من التخمير، ركزي معايا. بعد كده بنحط علينا صوابع ايدينا الخمسة كده وبنعمل فيها أماكن لطيفة ونسيب سنتي داير ما يدور. أنا حبيت أشرح الموضوع ده بالتفاصيل. بنعمل التوبنج بتاعنا اللي هو عبارة عن طماطم وبصل وتوم وريحان وشوية عين جمل وشوية لوز إذا حسب الرغبة. ليه عين جمل أو لوز؟ عشان أوميجا 3 نحطها طعم في الصلصة بتاعة البيتزا اللي الأولاد بيحبوها، ميبقاش حشو معدة وخلاص، استفادوا بالبيتزا في وجود المكسرات اللي هي أوميجا 3 سواء اللوز أو عين جمل أو فول سوداني. بنقلبه وبنطحنه مع الطماطم بتاعتنا والريحان والبصل والثوم، وبناخد من التوبنج ده نحط على عجينة البيتزا ونسيب سنت داير ما يدور. بنسيبها تاني هنا لمدة 15 دقيقة. الله عليك يا عم الشيف، شغل على مية بيضة. بعد كده بنحط التوبنج اللي احنا عايزينه، جمبري ماشي، مشروم، بصل، فلفل ألوان، مارجريتا جبنة وصلصة بس، خضار زي ما احنا عايزين، سبانخ، لحمة مفرومة، هوت دوج، سوسيز زي ما احنا عايزين، فراخ اللي بيحبها. بعدين بندخلها الفرن نص تحميره، بنحط الجبنه الموزاريلا حسب الرغبه، وبعد كده تاخد وش ونطلعها بالف هنا وشفا. اعتقد ان انا شرحت شرح وافي لعمل عجينه البيتزا اللي اتسالت فيها اسئله كتير على السوشيال ميديا من خلال الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكلة ام. الفراخ استوت معانا، اللهم صل على النبي. اهي ايه الاخبار؟ بص عليها، ما تاخدش وقت معايا، اهي زي الفل. هنغرفها في طبق دلوقتي، دي نطلعها فوق شوية تكمل سواها. الله، سخنة. نجيب طبق للتقديم، برضو نعمل زي الكبابجية، نحط شوية البقدونس الحلوين فين اهو، للفراخ الكريسبي كده، وندلعها عشان الأولاد يحبوها اهو. ايه الحلاوة دي؟ اهي صدور فراخ آمنة بنسبة 90% آمنة، يعني تنسيق مرحلة أولى. أهي اللهم صل على النبي. أهي العود الروزماري الحلو ده كده نحطه برضو برزنتيشن مع عود الريحان وبألف هنا وشفا. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة، قدرنا نخترق المطبخ الصحي بتكلفة بسيطة وسهلة زي ما بيقول الشيف دايما 3 تعريفة. قدرنا نعمل أقراص الخضار المشوية في الفرن فيها كل العناصر الغذائية، عملنا العصير بتاعنا بطريقة بسيطة وسهلة زي المطاعم أو زي الكافيهات، عملنا فراخ كريسبي لطيفة جميلة صحية، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. يوم الحد من كل أسبوع موعدنا ولقائنا مع أكل صحي، يعني رؤية وفن وإبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.